بسم الله الرحمن الرحيم. نصيحتي في دقيقة اليوم أيها الأحبة حول الأطعمة وتأثيرها على الحالة النفسية. في هذا الشهر الكريم يكون الصائم في حالة نفسية هادئة جدا بسبب تأثير الصيام المهدئ على الجسم، فعندما تأكل بعض أنواع الأطعمة تسوء حالتك النفسية، وهذه دراسة علمية أجريت في جامعة كلية لندن. وجد العلماء أيها الأحبة أن الذي يأكل الطعام المصنع وأغذية شهيرة مثل مرتديلا وهمبرجر والوجبات السريعة يتعرض للإصابة بالاكتئاب أو يكون معرضا للإصابة بالاكتئاب أكثر من الشخص الذي يعتمد في نظامه الغذائي على الأغذية الطبيعية مثل الخضار والفواكه والأشياء الطبيعية الأخرى. فعندما تمت مقارنة عينات من الناس يأكلون وجبات سريعة كل يوم وأشخاص يعتمدون على الخضار وشيء من الفاكهة والحبوب والأشياء الطبيعية الأغذية الطبيعية، وجدوا أن الأغذية المصنعة تزيد لديهم نسبة الاكتئاب 58% عن أولئك الذين يأكلون الطعام الطبيعي. سبحان الله. لذلك الله عز وجل ماذا قال أيها الأحبة في القرآن الكريم؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ما معنى طيبات ما رزقناكم؟ أي الشيء الطبيعي الذي خلقه الله وأعده لك هو الأكثر نفعا، هو الأكثر فائدة لجسدك. لذلك أخي الحبيب استجب لنداء الله وكل من هذه الطيبات وتجنب تماما كل شيء من صنع البشر، لأنك لابد أن تجد فيه أضرار كثيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية للجميع، وتقبل الله صيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.